ومع اقتراب العيد، حيث شهدت الأسواق اكتظاظا كبيرا بالمتبضعين الذين أشادوا بالاستقرار النسبي للأسعار رغم ارتفاع بعضها، إلا أن أصحاب الدخل المحدود بصلاح الدين يشكون ضعف فرص العمل وتفشي البطالة التي حرمتهم من فرحة العيد، مطالبين المحافظ بدر الفحل ودائرة الرعاية الاجتماعية إطلاق الوجبة السابعة للمشمولين برواتب الرعاية واستكمال الكشف الميداني لشمول الأسر المعدومة وانتشالها من مزريات الأحوال المعيشية خلال السنوات العشر الأخيرة. على موضوع أنه الناس تنفق وتنطب هذا الشهر الفضيل الكريم، صراحة جت ناس كثيرة بادرت وأنطت ووزعت الناس اللي محتاجة، أكو ناس محتاجة شيء كثير هذا الشيء، وجت أنطت الناس اللي ما قصرت، وإن شاء الله مكتوب ميزان حسناتهم. والموضوع الثاني اللي هو نطالب به كموضوع، إحنا عمل مصدر، إحنا نشتغل يوم ثلاث أيام ماكو، أربعة أيام ماكو، النبات تطخ 10 أيام ما تشتغل، تشتغل يوم 10 أيام ماكو، زين أنت هاي الحالة وراك عائلة. موضوع الرعاية الاجتماعية اللي هو إحنا صارنا تقريبا أكثر من سنة باحثين وما طلع لنا كل شيء. باحثين وننتظر هاي الوجبة لحد الآن كل شيء ماكو، ننتظر الوزير بس يطلق. إذا أكو شيء لنا يابا ينطينا، إذا ماكو شيء يقول لنا حتى ننتشر على أرواحنا. لأن إحنا ما ظلت عندنا الصراحة طاقة إنه نتحمل حتى بالعمل. ما عاد نقدر، عمل ماكو على غير فائده، يعني من الصبح الساعه 7 لحد الان قاعدين كل شيء ما مشتغلين، ما مقبوله هذا الشيء، ما مقبول والله الصراحه. ونطالب المحافظ هم يشوف، يمر علينا بطريقه من اللي يمر يشوف حالتنا والله، يعني احنا يشوف حالتنا احنا كعمل، يعني ما يخالف طبقه فقيره، احنا عملنا، احنا نجاهد ونعمل بهذا العمل ونبنى دائرة الحكوميه ونبنى غير دائره للمواطنين، نتعب فوق الطاقه بس ما يخالف، احنا خلي يشوف حالتنا، هم نريد هذا الشيء يقفلنا بيه ومرون علينا، مو بس على الباقي. احنا من البيجي مهجرين وساكنين بهاي العماره، لا راتب اكو، شغل عماله ماكو، هاي من الصبح من الساعه 7 طالعين لحد هاي الساعه شغل ماكو، والصيام يعني لا راتب اكو لا شيء اكو، يعني نريد مقدمين على الرعايه لحد الان عندنا وصولات مال الرعايه لحد الان، يعني بس اريد يعني يصرفونا على الوصولات، طلع لنا باحث ومكملين بس وصولات، احنا على الوصولات يعني الله اكبر، احنا وجبه السابعه يعني ما يعني معقوله والله ما اعرف، احنا نريد يا ريت راتب رعايه، يا ريت نريد راتب رعايه.